حديث أن خالد بن الوليد رضي الله عنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأرق، فقال له: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم رب السماوات وما أضلت، والأراضين وما أقلت، والشياطين وما أضلت، كل جارا من شر خلقك كلهم جميعا، أن يفرط علي أحد منهم أو يبغي، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. هذا الحديث عند الترمذي في سننه، لكنه حديث ضعيف.